grave concerns about the wide spectrum and the frequency of violence and discriminatory acts against the Shia, including destruction of mosques, obliteration from historical narrative and public space. حرية الدين والمعتقد تواجه قمعا منقطع النظير في دولة البحرين، كما أكد على ذلك المقرر الأممي المعني بالحريات الدينية في مراسلاته مع سلطات البحرين، والتي أعرب فيها عن قلقه حيال النمط المنتظم من التمييز الذي تستخدمه السلطات لقمع غالبية سكان البحرين الأصليين من الشيعة. Today here at the Human Rights Council in Geneva, we heard from the Special Rapporteur on Religious Freedom, who spoke today about a lot of issues of religious discrimination that were systematic throughout the world. And today we raised in our intervention before the Rapporteur issues relating to the Rapporteur's most recent communications report, which included a sizable report documenting the systematic discrimination of Bahrain's Shia population. هذا القمع والتمييز ضد شيعة البحرين وعلى مختلف الصعد وصل إلى مستويات غير مسبوقة. ما يحدث من التمييز ضد السكان الأصليين الشيعة خصوصا في البحرين بلغ مستويات لم تكن تتواجد سوى في جنوب أفريقيا أو في أيرلندا، وبإبعاد الشيعة من الوظائف، بالتضييق عليهم في التعليم، بعدم تطوير مناطقهم، بسوء البنية التحتية، بمنعهم حتى من أن يبقوا في بلدهم أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية. إن إثارة المقرر الأممي الخاص لهذه القضية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يشكل خطوة أساسية في جلب أنظار المجتمع الدولي إلى نظام الفصل العنصري السائد في البحرين. تقريبا 6 صفحات طلعت من المقرر الخاص المعني بالحريات الدينية، وكذلك الكلتشر رايتس أو اللي هو الثقافي. تكلموا عن مسجد الخميس، عن التراث الشيعي، عن ملفات عادة ما تطرح. فأعتقد توصيل هذا النوع من الانتهاكات إلى الخبراء وأمام وتم نقاشه أمام دول أعضاء مجلس حقوق الإنسان هو بحد ذاته أمر جدا مهم. النظام الحاكم في البحرين رائد على صعيد انتهاك مختلف حقوق الإنسان وبشكل يؤكد على عدم شرعيته. الاضطهاد الديني والتمييز الطائفي ضد سكان البحرين الأصليين من الشيعة لم يعد خافيا عن أنظار المجتمع الدولي المطالب بتدخل فوري لإنهائه. ساهر عريبي للبحرين اليوم من داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.